كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. معاكم الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية وجراحة القوام، عضو الجمعية الأمريكية للسمنة. اتشرفت ان انا كنت معاكم على موقع اخبار اليوم طول فترة رمضان المعظم، بس طبعا الدنيا باظت. اتكلمنا كتير عن التغذية الصحية في رمضان ونبعد عن الحاجات الغلط، وكحك العيد والقطايف والبسبوسة والكنافة، ومع ذلك لخبطنا وناس كتيرة جاية زايدة بعد العيد. ناس كتيرة الفترة اللي فاتت اتكلمت عن حاجة اسمها رجيم المية. طبعا ده كلام خاطئ. الناس اللي بتعتمد ان هي تاخد مية بس ليومين ثلاثة أربعة أسبوع، ده كلام غلط، لأن الجسم بتاعنا ليه احتياجات يومية. احتياجات يومية من نسبة الكربوهيدرات النشويات، وخصوصا النشويات النظيفة زي الشوفان وزي جنيه القمح وزي البطاطا الحلوة وزي الذرة. ليه احتياجات من البروتين واتكلمنا عن الفوائد. ليه احتياجات من الدهون واتكلمنا قد ايه الدهون مفيدة، وخصوصا السمنة البلدي والزبدة الفلاحي والقشطة وزيت الزيتون، وقلنا بس كل حاجة بالكميات اللي جسمنا محتاجها ويقدر يتعامل معاها. محتاج كمان فواكه وخضروات عشان الألياف وعشان الفيتامينز والمعادن اللي موجودة جوه الخضار والفاكهة. محتاج سوائل على رأسها المية. يعني معنى كلامي ان المية هي عنصر من ضمن عناصر كتير جسمنا محتاجها. عشان كده الاعتماد على رجيم المية بس هو كلام خاطئ وكلام مشاكله اكتر بكتير من فوائده. ولكن احنا هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها ديتوكس المية، ان انا ازاي انقي جسمي من السموم، ارفع معدل الحرق بتاعي، اخلي الحمد لله جسمي لو فيه اي بواقي من عملية الايض وعملية الحرق، ولو بلعب رياضه او تنظيم الاكل او اللخبطه اللي حصلت في رمضان تنظم الدنيا معانا. ديتوكس الميه ده عباره عن 12 كوبايه ميه يوميا، ويفضل تكون ميه درجه البروده فيها عاليه سنه، يعني مش بارده قوي بس تبقى ميه بارده شويه. طيب هنشرب ال 12 كوبايه ميه ازاي؟ هنقسمهم تقسيمه لطيفه جدا. اول حاجه اما اصحى من النوم ليا كوبايتين ميه، ديت وانا لسه على السرير كوبايتين ميه. هنيجي بعد كده عندي ثلاث وجبات، وجبه فطار وغدا وعشاء. بناخد قبل كل وجبه كوبايه، يبقى كده وصلنا لخمس كوبايات. عندنا خمس فروض في اليوم، قبل كل صلاه هاخد كوبايه، قبل صلاه الصبح او الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء هناخد كوبايه، يبقى احنا كده وصلنا ل 10 كوبايات وكوبايتين قبل ما ننام. يبقى كوبايتين قبل كوبايه قبل كل صلاه، وكوبايه قبل كل وجبه، وكوبايتين على الريق اول ما اصحى، وكوبايتين قبل ما انام. كده بنوصل لحوالي 12 كوبايه ميه، اللي هو ديتوكس الميه حاجه سحريه ترفع معدل الحرق، تحسن الصحه العامه، فيتامينز كتير بتدوب في جسمنا في وجود الميه، بتخلي كمان الناس اللي مثلا عندها مشاكل في البشره والشعر اثناء الدايت موضوع الامساك ما يحصلش، ما احسش ان انا مجهد، ما احسش ان انا تعبان، ما احسش باجهاد، الضغط بتاعي ما ينزلش فجاه، جسمنا ما يضطرش ان هو يخزن ميه، لان الناس اللي بتشرب ميه قليل جسمها كمان بيخزن الميه، وبكده نبقى قدرنا نحافظ معدل الحرق ونحافظ على صحتنا ودمتم سالمين. واستنونا في فيديو جديد.